لا وقت لأخذ قسط من الراحة في هذا المكان. هذا هو حال قوات الجيش في صرواح، المديرية التي لا تهدأ فيها المعارك على الإطلاق. فبعد أن كانت قوات الجيش قد أعلنت مطلع سبتمبر الجاري بدء عملياتها لتحرير المديرية وإعلانها تحرير منطقة المطار وعدد من التباب الاستراتيجية المطلة على مركز المديرية، ها هي تعود لخوض المواجهات من جديد. وبحسب مصادر عسكرية فإن المواجهات تأتي في سياق العمليات التي تهدف إلى استكمال ترتيبات تأمين المنطقة والسيطرة على ما تبقى من مناطق تتمركز فيها القوات الانقلابية. مصادر قالت إن الجيش تقدم عشرات الكيلومترات باتجاه مركز المديرية، وإن الطريق أصبح ممهداً لإطباق الحصار على مركز المديرية من جهتي الشرق والغرب، فيما تستمر في المقابل محاولات تسلل عديدة للميليشيا بين الحين والآخر، وذلك بغية العودة إلى الأماكن التي أحكم الجيش السيطرة عليها في الأيام الماضية. تعود المعارك العنيفة بين الجيش والانقلابيين في صرواح بشكل أشد من السابق، وبينما تزداد وتيرتها وتتسع رقعتها يظل سؤال الحسم حاضرا وبقوة لدى الكثير من المتابعين.